مشاهدي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، معكم من محافظة الإسماعيلية مصطفى كساب. يعني هحكي لحضراتكم جريمة هزت أرجاء محافظة الإسماعيلية ليلة أمس. يعني شاب مختل عقليا طبعا قتل والدته وقتل أيضا أخته شقيقته في الإسماعيلية. يعني يمكن شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة غريبة جدا. يعني كلنا شهدنا ممكن حد يقتل حد أو كده، إنما يقتل الأم ويقتل الأخت كان طبعا مختل عقليا، اللي هو أخوهم مختل عقليا، يعني أقدم شاب مختل عقليا على قتل أمه وأخته في محافظة الإسماعيلية. تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن محافظة الإسماعيلية اختارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بقيام شاب مغتل عقليا بقتل والدته وأخته لخلافات بينهم. طبعا على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية و مركز شرطة القنطرة شرق إلى مكان الواقعة. طبعا وبحسب التحريات الأولية فإن المتهم يعاني من اضطرارات نفسية طبعا أقدم على قتل والدته وشقيقته في نفس الوقت. طبعا تم تحرير محضر بالواقعة واخترت الجهات المختصه لتولي التحقيقات ونقل الجثمان الى مستشفى طوارئ الاسماعيليه. يعني انا بقول لحضراتكم كده من محافظه الاسماعيليه، يعني الواقعه التي هزت ارجاء محافظه الاسماعيليه امس. يعني كل الاسماعيليه طبعا الواقعه الغريبه الفريده من نوعها، يعني عمرنا ما شاهدناها في محافظه الاسماعيليه. يمكن حد ممكن يكون قتل بخلافات، يكون حد قتل مثلا شقيقه او كده، اما يقتل الام ويقتل الاب. وطبعا القت الاجهزه الامنيه بالفور بالقاء القبض على الجاني. طبعا بنحكي لحضراتكم كده تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية أمس. مستمرين مع حضراتكم برصد كل ما هو جديد أو حوادث بمحافظة الإسماعيلية. ومن جانبها أيضا يعني شهدت محافظة الإسماعيلية برضو أمس واقعة غريبة أيضا. يعني عائلتين بالقنطرة شرق كان في خلافات بينهم وقتل أحد من العائلتين أمس أيضا في محافظة الإسماعيلية، وشددت مديرية الأمن